احنا لا نريد افساد مسابقه الدوري، والنادي الاهلي ليس في حاجه الى مساعده، والنادي الاهلي لما ياخد الدوري السنه دي مش هنقول يا مامي دي مفاجاه لسبب بسيط جدا. النادي الاهلي واخد 36 اعتقد او مش فاكر كم بطوله الدوري، والزمالك لو خد الدوري عادي طبيعي بياخد الدوري، ده بطل وبياخد الدوري، السنه اللي فاتت هو بطل الدوري والدرع موجود. كان في اقتراح دلوقتي ان انا ابعت لجمال غندور الدرع ويبقى يسلمه دلوقتي النادي الاهلي، بس انا مش هحبط لعيبتي. احنا اتفقنا هنرجع قرار عدم اللعب في وجود جمال غندور ليوم الاحد، في اجتماع يوم السبت مع السيد وزير الشباب والرياضه، ثم اجتماع مع حسن فريد، ثم يوم الاحد اجتماع مع ساره سويلم لو جه رفض الاشكال الجواب رسمي وتسلم المكان. وكلامنا واضح في وجود هذا البني ادم اللي مش شايف قدامه غير مجامله خصم من انتخابات مجلس النواب، احنا ما بنكملش المسار. النهارده الزمالك بعد مباحثات مع الناس دي كلها هيكمل هيلعب ماتش انبي، وعندنا 12 يوم.